ما هي لما تبقى أرض عطشانة وعايزة بقى إنه حد حبه حنعمل حبيبتي سبب بالتجربة إيه؟ العلمية هتعمل إيه؟ إن لو كان أنا بس لسه جاية لك أنا كل ده بنقول حاجات لسه بقى هنتكلم هو ده حب حقيقي ولا لأ؟ بس أنا بقى أنا بقى أنا بنيت الحلقة على المعطيات اللي عندي في الورقة هو في احتمالات؟ ثانية واحدة يا سالي أنا عايزة أوصل لها حاجات تفيدها مم. تمام؟ مم. لانه في نظريه في علم النفس اسمها الاحلال يعني ايه يعني انا فقدت اخويا الوحيد في حادثه تسعة من وهو عنده 29 سنه كان اصغر مني بسنتين انا بضرب دايما بضرب مثل عشان يعني ما اجيبش سيره حد ساب كونشس العقل اللاواعي بيدور على الاخ البديل مين هو؟ نبتدي بقى ندور في حياتنا الاحلال بكلمك عن ازمه الاحلال آه. فبندور على الاخ البديل تبتدي بقى تشوفيه في حد من صحابك في حد من قرايبك في حد من زمايلك في الشغل في ايفر يعني انت ثانيه واحده دايما ها. في حاجه اسمها نملى الفراغ تعالي بقى اسالي اكلمها ابسطها الست دي اللي هي منى فقدت جوزها وقعدت اربع سنين في قصه المثاليه وال... والإنت... يعني والاخلاص وكده لكن سب كونشس في حاجه جواها عايزه واحتياج ادمي ممكن بشري محتاجه زوج وكمباني وبارتنر بقى. احنا كبني ادمين في العادي لما بنفقد اي حد لازم لازم حد ندور لك... على بديل يعني لا قدر الله ام صاحبه أم اب اخ زوج صديق أوه. في نظريه في علم النفس كده اسمها نظريه الاحلال عارفه اللي بيخسر فلوس ويلعب عشان تعوض طبعا هي مفاهيم مختلفه للاحلال طب لو ما كانتش فقط... في احلال صحي مم. وفي احلال مرضي اللي احنا عمين نقول عليه في, في الساب او في العقل الباطن مفيش حد فقد غالي المكان عنده فكره الاحلال عشان ما بيبقاش عنده توازن سعيد جماعة ده جالس. طبيعي ده طبيعي صدمه انكار استراتيجي طبيعي تمام مم. حاجه بقى تانية لو ما كانش جوزها توفى كانت هتفكر في اخوه برضه عمرها مم. هي شافته بعد اربع سنين فده يودينا لانه ليه انا دلوقتي عايزه اشرح ليه أيوة الاحلال دي. ليه ها. انا واحده كنت اصلا عنيت من ابن خالتي وبعدين جه الراجل ده كان ما شاء الله مم. وهي وهي ست فيها نبل انها شكرت كده فيه وقالت كل الحقايق هي كويسه هو كويس مم. هي ربت عياله وهو ربّنا ابنها هو كان راجل وهي يعني مش محتاجه اقول كتير في الحته دي محتاجين نقوله ان هي مش قصدها هي فجاه صحيت من النوم لقت الاحلال ده حصل بدات انا اقول لك هي بتعمل ايه بدات تحس الله انا فرحانه انه جاي مم. الله ده انا محتاجه اكلمه الله انا حاسه بهجه وهو موجود عايزه احط شويه ميك اب قبل ما يجي لا احنا بنبص في المرايه احنا أوه، ستات تحسي ان وشك ورد وعينيكي بتبرق وإنك صغيرتي وإنك خفيفه دي حقيقة. وان نفسك بتاخد للاخر أوه. وانك بقيتي عندك انجاز وانك شايفه علي... كل القهوه طعمها مختلف بيتغير لما ارد و... في التليفون أوه. يعني اي حد ما يعملش أوه. الاثر اللي موجود دلوقتي عندي <تصفيق> طبعا <تصفيق> ده بيقفل المناعة بتزيد <applause> يعني بيعمل كده من انا اه الحب مم. اقوى طاقه في الكون والله سواء كان قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ في اي وقت الحب شعور مم. الحب اقوى طاقه في الكون حتى في الجواز انا بسالك سؤال ده مش سؤال الجواز الجواز عادي <applause> الجو... تعريف الجواز عن دكتوره امل محسن آه. هو الاطار الشرعي الوحيد لتكمله يعني ل... لاقامه او لمعيشه أوه. هذا الكائن الحي اللي اسمه الحب يعني ما نهاش الحب يعني ده ده ابتدى ده عشان يعيش إيه؟ عشان تكون العلاقه من عصافير وافلاطونيه <applause> فهي بدات تحس زي ما قالت مم. انها بتتنفس انها مستنيه بكره انها دبت فيها الروح مم. اوكي فقالت يا اختي ده يبقى حب فده يبقى احتياج وكمان لقت انه الطرف الاخر بيقول لها إحنا حبينا بعض. فمعنى إن إحنا حبينا بعض يعني هم ناس محترمة مم. وعندهم عقيدة وعندهم أصول وعندهم حاجات كتير كويسة، فاذا الحب ده أخرته إيه؟ الجواز. بس بس هو راجل عشان قال لها نتجوز قدام الناس كلها. هو راجل وفاهم إنه في استحالة. مم. استحالة مم. إن جواز يفضل في السر. يفضل يوم، شهر، سنة. خمسه لا اعلم لكن دايما بفكر منظري ايه قدام ابني منظري ايه قدام ولاد جوزي منظري ايه قدام المجتمع اصل في راي بيقولك ان الحاجه لما بتتعرف بيطعمها بيبوخ لا انا سيبك بقى ده كلام بتاع ناس قاعده على المكتب مش قاعده في الحياه دي قاعده في القهوه دي قاعده بتهزر في الكافيه يعني في ناس بتقول لك انه بيبقى جميل الحاجه اللي الناس ما تعرفهاش يعني لما يكون في ريليشن وما حدش يسمع عنها او في جواز وما كل الروايات السليمه بس. من ايام الابيض واسود لحد يومنا هذا بيموتوا في الاخر لا بتحصل مفيش حد بيفضل يعني منى واحمد صلاح ذو الفقار وشاديه لا مراتي مدير عام لا <applause> <applause> بصي لا مراتي مدير عام كانوا بس في الشغل ما يعرفوش ولكن لا في قصص كتير أوي أوي وفي حب افلاطوني وفي, وفي حاجات كتير بس حب افلاطوني اه طبعا اه طبعا